صحيح البخاري لا يوجد كتاب اسمه صحيح البخاري. فحضرتك هتسأل ايه اللي موجود؟ ايه اللي موجود والارفف مليانه بصحيح البخاري؟ اقول الحديث نقاهم لمبيعين ثم اربعه ثم كده. تمام. صحيح البخاري لو كان موجودا اللي هو ينسب لجمعه ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري المولود بمدينه بخارى خراسان الكبرى اللي هي حاليا دوله اوزبكستان، هذا الرجل كان كفيفا لا يجيد العربيه، جاء بعد وفاه الرسول عليه السلام ب200 عام. خير من عربيه هذا وان زعم انه ابن العرب. البخاري رحمه الله في تراجمه العجب العجاب من استنباط المعاني، ولكن غاية أحدهم من الجهل الذي فضحه الله به أنه في لقاء تلفزيوني كان مبتدأ تصحيح البخاري أراد أن يصحح اسم البخاري، يقول هذا الكتاب ليس مصنفه اسمه البخاري، هذا الكتاب اسم مصنفه جمعة محمد إسماعيل. ينسب لجمعة أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل لأنه مكتوب عليه جمعه محمد ابن إسماعيل هكذا الجهل يا إخوان، هكذا الجهل. لكن هذا الجهل يبين الواجب علينا، من الواجب على طلبة العلم أن يتزودوا من العلم الأصيل وأن يحرصوا عليه وأن يمتلئوا منه، أن يبينوا للناس دينهم وأن يدبوا عن حياضه وأن يكونوا مجاهدين لله في أزمنة الفترة.